السلام عليكم، معكم حسن محسن كوميديان تطوان، وين في مجال الكوميديا معروفين الحمد لله. يعني في الكوميديا كانت بداية ديالنا 2013، عملنا سكيج ديال الحوات ونجاح على الصعيد الوطني، ومهم شاهدنا وشاهدنا وحنا ماشيين الحمد لله. كنا ضرينا طبعا كما ضروا الناس كاملين، ماشي في المجال الفني، في جميع المجالات. والحمد لله كتبقى عيد ذكريات واخا تقصحنا بزاف، خصوصا في المجال الفني. المجال الفني بان على حقيقته في كورونا صراحة، ما عندوش يعني ما كاينش مصداقية في هذا الشيء ديال الفن صراحة. شوف حنايا المشروع اللي درنا، المشروع ديال المهنة ديالنا، ماشي أول مرة كنديروا مشروع. بعدا راه ديجا درنا مشروع وخسرنا فيه بيتزيريا تا هو، وكان في شي وقت ماشي هو هذاك، وجينا في شي موقع ماشي هو هذاك، ومن بعد ميكنا عليه تا عملنا، لأن هذه المهنة ديالنا ماشي طفلنا عليها. حنا كنعدلوا بيتزا بيدنا، لا كوزين إيطاليان جينيرال، فهمتيني؟ هذه المهنة ديالنا الأولى. ها والله عادرنا كوميديا. واش نقول لك، هي تشوف هما كاين أفكار، كاين بزاف ديال الناس كيبروبوزيو أفكار أن باش تكون هذه الخدمة كتحرك، ولكن بحال اللي كيترفضوا. لهذا حنا تطوان ولات دينا الشباب ديالها مهمش الصراحة، ما كيلقاش فرص عمل، مع العلم ما كيلقاش تكوين، ما كيلقاش بزاف ديال المهم كيعاني. تطوان كتعاني صراحة، الله الشباب ديالها كيعاني. تحتضر تطوان، تحتضر، شدوا لها جميع المنافذ، فهمتيني؟ يعني كانت الديوانة كانوا كيتحركوا الدراري، كان دابا بالمطر وشدوه، يعني المطر كان شويه كيحرك الدعوه ومشدود في هذه الجائحه. الله يبعد علينا، كنتمنى الله زعما يا ربي تبدل شي ساعه اخرى وصافي في هذه المدينه، لان بصح الشباب ديالها كيعاني بزاف. راه كانت عيب الديوانه، والديوانه انت كتعرف غير قانونيه وما كاينش فيها زعما الخدمه، عيدة بحال نقولوا عشوائيه في الموصف، ولكن ملي تشدت صافي بنت على حقيقتها. دابا الشباب انت كتشوف الشباب كيعطي راسو للبحر، قطع لك في القلب كاع اعاده النظر في هادشي صراحه. شنو النصيحه ديك اللي بلادهم؟ نصيحه ماشي الشباب، اسمح لي، النصيحه للمسؤولين. اما الشباب ها هما جالسين، اما الشباب الا شبرت انا الشاب ودقيت عليه في الدار وقلت له نوض الصباح تخدم، راه غينوض، كن متاكد، لان الحاله اللي كيعيشها حاليا راه ما كيلقاش حتى درهم. وحنا ماشي من طبيعتنا اننا الناس خصوصا تطوان انهم يخرجوا يسعوا سجيك نيشن. شحال قد الاغاني ديال هاد البلاد او الاغنياء ديال هاد البلاد، شحال قدهم ما يعطيو، شحال قدهم ما يصدقوا. دونك شنو خصهم؟ خصهم معامل، خصهم شركات، خصهم الشباب يخدموا، الشباب يخدم باغفي. فلهذا انا كتولي المسؤول انه هو اللي يشوف هذه الوضعيه. اما الشباب انت كتشوف الشباب مصاب يلقى يخدم شي واحد ويقول له نوض خدم، راه غيخدم على راسه، ولكن ما يخليهمش يمشيو يسيبوا راسهم في البحر. علاش؟ خصو حتى هو يشوف راسو عنده الفلوس يخدم على يماه يجتهد. حنا حلينا مشروع خدمنا 24 واحد، حنا عملنا واحد الحاجه مدينه، ولكن الناس مسؤولين راه خصهم يعملوا شركات كبارين. ماشي نقلدوا نفتح هذا تا اخر يفتح في حاله، لا كاين بزاف ديال المجلات مختلفين، مصانع الصبابط اللباس كذا، بزاف كاين ديال الحاجات يتعدلوا. صنعوا الزبده انا الحليب. طبعا من الواقع من الشارع، لان الشارع بزاف كيعطيك، الا عمرتي في الشارع غتاخذ بزاف ديال الافكار. حق الا بقيتي محدود في واحد المدرسه، ما حيت دائما الاكسبيريونس التجارب هي اللي كتنجح، وخلق الدراسه طبعا حتى هي عندها قوه، ولكن حتى التجربه عندها قوه اكثر. علاش؟ لان ملي كتخرج من الشارع وكتشوف هذا كيف كيتصرف وهذا كيف كيتصرف، مواقف اللي كتوقع وكذا، وهذه من تما كتخرج الكوميديا من الشارع. هذه اللي كاينه، قلت عندك الحق. جديد كاين الحمد لله، حنا كان حنا خدامين مع رشيد شو، كندوزوا لي باساج برنامج رشيد شو، وان شاء الله كنشكروا السي عبد العالي الطاليس، اتصل بينا على واحد بروجي، على ود واحد البروجي في رمضان ان شاء الله يكون رمضاني ان شاء الله خير. والجديد حنا ماشيين كنشاهدوا شويه بشويه، طلب الله نكونوا عند حسن الظن ديال الجمهور ديال حسن ومحسن والجمهور المغربي كامل. طبعا شكرا. طبعا الشخصيات اللي عملنا خياليين،
هذوك الشخصيات كاينين، غتمشي انت للمدينه القديمه غتجبرهم كاينين. لا خلفتي في المدينه القديمه وفي السوق غادي تجبرهم. طبعا انا لو ايوا انا هذا كاين، نمشي للسوق عاود تجبرو. ما بقاش الثنائي لان ما كيخلصوش مزيان، كيجيهم داكشي قليل، واحد دبر على راسه. حقا انا والخوه كان فهمتيني راضي بالنصيب، راضي بالنصيب اللي عطانه الله، كنقسموا ببركه. يعني المغاربه جميع كوميديين نعملوا معاهم، اللي جا شي كوميدي ما تاسوكي نور الدين بكر اي فنان مغربي جاب لي بلدي ما كرهناش، مرحبا به تماما. تكون تكون حاجه واقعيه من الشارع وتكون محترمه بزاف باش تدخل الديور. صراحة الله يعني انا كنعطي نصيحه للشباب، يعني يعملوا شي محتوى مزيان اللي غيوصل، فهمتيني، شي حاجه نقيه اللي غتوصل، فهمتيني. او جود لاك لجميع الشباب ان شاء الله. تحياتي ورمضان قريب ان شاء الله، والله يدخل علينا بالصحه والهنا. وتحياتي للمغاربه من طنجه القويره والجاليه المغربيه المقيمه بالخارج، وتحياتي للمغاربه في العالم، في العالم. تحيه لجميع المغاربه وشكرا فبراير على الاستضافه، ومرحبا بكم نعنا بيتزريه حسن ومحسن اذا جيتم تطوان. طبعا قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.